بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا لقاءات ومقابلات مع طلاب عن ايش بيسووا باليوم الوطني وايش رأيهم وكيف بيحتفلوا مع اهلهم في اليوم الوطني. تفضلوا. عدنا لكم من جديد يا اخوان. الان عندنا الطالب سليمان عصام اليوسف، حنسوي مقابلة معاه باذن الله عن انجازاته وعن ايش بيسوي باليوم الوطني. اول شيء بسألك كم سؤال وتجاوبني عليهم عن اليوم الوطني. هل انت جاهز؟ تمام. السؤال الاول، ايه كيف تحتفل باليوم الوطني؟ اول شيء بطلع للشارع بلبس لابس مع ناس، بطلع مع الناس بكلمها بسولف مع الناس، بتعرف على ناس جداد ما شاء الله، وبلعب مع اخويا. يعني انت عباره عن يوم الوطني واجازاتك باليوم الوطني حتكون عباره عن فرح ومتعه. ايوه تعبيرا وحبا للوطن. اكيد ما شاء الله تبارك الله، الله يعز الوطن. تمام. عدنا لكم من جديد مع الطالب يزيد إيهاب. ما شاء الله والنعم يا يزيد إيهاب. بسألك كم سؤال بإذن الله عن اليوم الوطني وإيش بتسوي كيف تحتفل. جاهز؟ تمام. السؤال الأول، كيف كانت ردة فعلك عن اليوم الوطني وإيش بتسوي بجيب إجازة؟ والله اليوم الوطني ممكن احنا نحتفل، ولكن ما نحتفل نسوي نحتفل انه الله سبحانه وتعالى خلى وطننا آمن سالم على الشان بشكل بسيط، يعني بشكل سلمي وما حد يأثر على الثاني، يطلع يعبر حب عنه. تمام. عندنا السؤال الثاني، ايش تجهيزاتك من اليوم الوطني؟ تجهيزاتي باذن الله الجسم الوطني، بنطلع السيارة بعدين نرجع مع اهلك مع الاهل. الله يخليك. شكرا. الان ننتقل للشخص اللي بعد. السلام عليكم. الان عندنا مره ثانيه مع استاذنا الكريم استاذ عبد الحكيم شاطر. السلام عليكم استاذ، كيف حالك؟ تمام. جاي الام نسالك كم سؤال عن اجازاتك وايش بتسوي باليوم الوطني. جاهز؟ جاهز. تمام. السؤال الاول، ايش تجهيزاتك لاجازه اليوم الوطني؟ والله اليوم الوطني يعني خلق حب هذا الوطن، ما يكون فيه تجاوزات أو مضايقات، يكون فعلاً يعني الإنسان يشرف قيمة الوطن بأمن والأمان ويعبر عن حبه بشكل إيجابي. طيب السؤال الثاني، إيش كانت ردة فعلك لما عرفت إن الإجازة المطولة تكون إجازة في اليوم الوطني وإيش بتسوي فيها؟ إن شاء الله حاول أستمتع فيها بشكل إيجابي، نحتفل مع الأسرة إن شاء الله في هذه الأسرة العزيزة، بإذن الله عز وجل هتكون إجازة سعيدة لي والأسرة ألف هنا. شكرا سلام الحكيم. ننتقل للشخص اللي بعد. ايش هي تجهيزات المدرسة لليوم الوطني؟ تجهيزات المدرسة تسوي اتفاليات تسوي مسألات جائزات وكذا مرة حلوة. تمام ما شاء الله. شيء أخير، شكرا لك ما قصرت، شكرا للطالب سليمان عصام.